أهلا بكم من جديد. يوم الجمعة الماضية أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أوامر بمنع شركات الطيران المدنية الأمريكية من التحليق فوق أجواء إيران وخليج عمان. ومنذ ذلك الحين تواصل شركات طيران كبرى تغيير مساراتها فوق المنطقة نتيجة التصعيد في أعقاب إسقاط طهران لطائرة أمريكية مسيرة هناك. تحذير واشنطن من أن الطائرات التجارية قد تتعرض لهجوم عن طريق الخطأ. شركة الاتحاد الإماراتية للطيران انضمت إلى اللائحة الطويلة من شركات الطيران حول العالم، فكانت قد أعلنت عن تعليق رحلاتها في الأجواء الإيرانية فوق مضيق هرمز وخليج عمان أيضا حتى إشعار آخر. كما انضمت شركة طيران الإمارات إلى قرار تغيير هذه المسارات لتكشف الخطوط الجوية السعودية أيضا عن تغيير مسار رحلاتها الدولية بعيدا عن خليج عمان ومضيق هرمز. الخطوط الهندية قالت هي الأخرى أنها ستبدل مسار رحلاتها تجنبا للأجواء الإيرانية. وفي خضم تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، أظهر تقرير لقناة RT World التركية الناطقة باللغة الإنجليزية أن الخطوط الجوية القطرية هي الخاسر الأكبر وستدفع الثمن الأعلى لهذه التطورات كونها كانت اعتمدت على الأجواء الإيرانية فقط ضمن مسارات بديلة منذ حرمانها من التحليق في الأجواء الدولية الخليجية، ذلك في ظل مقاطعتها منذ عام 2017. بحسب التقرير فإن قطر ستتعرض لمزيد من الخسائر جراء تفاقم التوتر بين إيران والولايات المتحدة، يضطرها إلى البحث عن مسارات جوية جديدة بعيدا عن الأجواء الإيرانية الخطيرة. التوتر في المنطقة كان تأجج بعد إسقاط إيران طائرة مسيرة أمريكية وتهديد أمريكا بالرد، وبعد أن تم واشنطن عسكرياً أو ترد حتى عسكرياً اتهم كثر ترامب بالتراجع عن الخيار العسكري، ليرد اليوم عبر تويتر. ترامب في تغريدته نفى أن يكون الرد العسكري رفع عن الطاولة وأشار إلى أنه خيار لا زال قائماً ويمكن استخدامه في أي وقت، وقال لم أتراجع عن الضربة العسكرية ضد إيران أبداً، الناس يتناولون المعلومات بطريقة غير دقيقة، فقط قمت بتأجيل الضربة في الوقت الحالي. للحديث أكثر عن قرار شركات طيران عدة تغيير مسارات رحلاتها لتجنب الأجواء الإيرانية وماذا يعني أصلاً تغيير المسارات الجوية، ينضم إلينا من عمان الكابتن طيار أحمد العجارمة. أهلاً بك معنا. يعني شركات عظمى عالمية، أستراليا، هولندا، والولايات المتحدة، بريطانيا، والآن العالم العربي، ماذا يعني تحديداً تغيير هذه المسارات؟ مساء الخير. أول شيء مساء النور. بالنسبة لتغيير المسارات، أول شيء نقطة المضيق هرمز أو مضيق باب، يعني لقاء الخليج العربي مع البحر العرب، هاي نقطة حساسة، عرضها يمكن حوالي 40 كيلو فقط، وهي تربط بين إيران، عمان ومنطقة دولية بينهم، لذلك المنطقة ضيقة، إمكانية الخطأ من الدفاعات الأرضية أو أنه أي طائرة إمكانية أن تدخل على أجواء غير مسموح لها فيها هي واردة، لذلك الابتعاد عنها طبعا لها تأثيرات كبيرة. المنطقة ساخنة عسكريا، في حالة المناطق اللي زي هيك بتطلع الشركات بتوقف الرحلات من هاي المنطقة لنتائج كبيرة. الطيران العالمي دائما بيركز على السلامة الجوية، هاي معرضة للحروب أو معرضة للخطأ، لذلك التأمين بيطلع على الطائرة مكلف اقتصاديا، تغيير الطائرات لهاي المسارات مكلفة اقتصاديا ووقت، يعني الطائرة بدل ما تأخذ مثلا 4 ساعات أو 5 ساعات بتزيد يمكن نص ساعة أو ساعة، هذا كله له تأثيرات. لذلك هي نتيجة تقارب الحدود بين إيران مع المنطقة الدولية أو الممر الجوي الدولي مع الحدود عمان، هذا بيؤدي أنه إمكانية الخطأ وارد، والخطأ هذا ممكن يعرقل السلامة الجوية بإمكانية. طيب كابتن أحمد، ماذا عن المسافرين؟ يعني كثير من شركات الطيران أعادت جدولة طيرانها أو رحلاتها وطلبت من المسافرين إعادة الاطلاع على الجدولة الجديدة، فهل سيتأثر المسافر بشكل ملحوظ؟ هم لا بتأثروا بس بالأوقات الطيران، مثلا
أوقات المغادرة وأوقات الطيران نفسه. مثلا ممكن تأخر وقت المغادرة أو الوصول، مدة الرحلة ممكن تزيد نتيجة، يعني أكيد راح تزيد نتيجة، بس ما راح يكون فرق كبير. طيب يعني ممكن بشكل يكون سريع فرق لا يتجاوز نص ساعة زمن. نعم فضل. طيب كابتن أحمد، يعني كيف تقرأ تغريدة ترامب الأخيرة بأنه جمد هذه الضربة ولم يلغيها؟ هل ترى أن الأزمة ستطول بالنسبة لشركات الطيران؟ الأزمة باقية، لأنه هي مد وجزر بين إيران والولايات المتحدة والدول المجاورة. لذلك ما دام ما في حلول سياسية واضحة، الأزمة ستطول، لأنه المنطقة محدودة والمنطقة صغيرة وهي عصب العالم البحري. لذلك أي سفن تدخل بتعرض، يعني بتعرض لإمكانية الحرب، وإذا صار أي حرب إمكانية دخول الطيران أو سلاح الجو بهذه المنطقة مما يؤثر على الممرات الجوية. لذلك هي أتوقع ستطول ما دام في هناك احتكاكات أو عدم اتفاق سياسي. نعم، طيب من يأخذ القرار بتغيير مسارات الجوية؟ هلا الدول العالمية كل دولة لها سيادتها ضمن الحدود. تغيير المسار شركات الطيران بتغير، هلا هي سهلة بس هي لها تأثيرات جانبية من ناحية مدة، طول مدة الطيران، يمكن يغير برنامج السفر المغادرة والوصول فقط، بتزيد الإمكانيات، بتزيد التكاليف الاقتصادية على شركات الطيران. يعني الخاسر الأكبر فيها شركات الطيران العالمية، الراكب مشتري التيكت ومخلص كل شيء ما عليه أي التزام، بس شركات الطيران بطول مدة الرحلة بتأثر استخدام الطائرة، بتأثر التأمين بزيد، يعني بتضاعف أضعاف، كل ما زادت سخونة المنطقة بتزيد لأضعاف التأمين. لذلك كل شركة تضطر تغير مساراتها لمناطق أقل خطورة للمحافظة على سلامة الطيارة والمسافرين. نعم وضحت. كان معنا الكابتن طيار أحمد العجار، ما شكرا لك.